في هذه الأثناء منتصف الليل نتواجد من أمام مستشفى الجهوي مولاي يوسف. تم الاتصال به من طرف الفريق المناوي بقسم الجراحة، يعني تعرضوا لواحد الهجوم من طرف القطة ومجموعة من القطط داخل المستشفى. هاد القطط هادو يشتبه في كونهم مسعورين. هاد الحادث هذا يعني ماشي الأول، تواجد القطط غير مقبول، واحد التواجد يعني بواحد الشكل غير طبيعي. يعني من المؤسف أن منشأة بهذا الكبر هذا بهذا الحجم هذا يعني يتم تدشينها على بعد أيام أو شهور، يعني تواجدوا فيها بهذا الكثافة القطط. يعني هذا منظر يدمي القلب، منظر ديال هذه المنشأة العظيمة وهذه المنشأة الجميلة اللي يعني عرفتها مدينة الرباط وعرفوها المواطنين المغاربة وفرحوا بها. مع الأسف أنا كنحمل كامل المسؤولية الإدارة ديال المستشفى، لأنهم مع الأسف إدارة هاوية، إدارة مبتدئة. يعني من المؤسف أننا نعطيو التسيير ديال المنشأة بهذا الحجم لإدارة مبتدئة، أول تجربة ديالها في الإدارة وفي التسيير هو مستشفى جهة مولاي يوسف. كنظن أن منشأة بهذا الحجم كتستحق أكثر أحسن، منشأة بهذا يعني ممرضين وأطباء على أعلى مستوى كيستحقوا إدارة أحسن من هكا. يعني أيام الشهر الفضيل تعرضت ممرضتين من أجدر الأطر التمريضية ديال هذا المستشفى يتعرضن من الإهانة من طرف حارس أمن. تواصلنا بالإدارة ولم تحرك ساكنا، بل بالعكس تمت يعني تمت جيش حراس الأمن ضد الموظفين وضد الممرضين المزاولين داخل المستشفى. إذا هذه الحالة يعني هذا الوضع يدمي القلب. هاد المواطنين الرباطيين كيستحقوا هذه المنشأة، المواطنين الرباطيين كيستحقوا أطر تمريضية وطبية في أعلى مستوى، المواطن الرباطي كيستحق إدارة اللي من شأنها أنها تسير هذه المنشأة بالشكل اللازم. إذا من هذا المنبر نندد بهذا الوضع المأساوي والمزري الذي يعيشه المستشفى الجهوي، يعني عبث على جميع الأصعدة. كنتواصلوا مع السيدة المديرة لا ترد، كنتواصلوا مع السيد مدير ديال رئيس قطب العلاج رئيس قطب الإداري لا يرد، وملي وقع الحادث ديال القبيلتين يرد علينا ويقول خاص بهذه الكلمة هضري مع الممرضين الفرامليه ديال المستشفى باش يترباو. اذا هذه الجملة هذه لا يجب ان تصدر عن مسؤول، ودابا كنتواصلوا معهم لا يردون. اذا هذا مع العلم ان القانون الاساسي ديال المستشفيات ينص على ان السلامة والصحة ديال المزاولين داخل المستشفى هي مسؤولية المدير. اذا هنا كنشوفوا بانهم مسؤولين لا مسؤولين. كنطالبوا وزارة الصحة بتدخل العاجل لانقاذ هذه المنشأة العظيمة ولانقاذ الممرضين الرباطيين من هذه الإدارة الغير مسؤولة والهاوية. لحد الان تواصلوا معايا ثلاثة ديال الممرضين، يعني غنمدكم الصور باش تشوفوا الاصابات، يعني اصابات خطيره، يعني هجوم شرس من هاد من القطه. يعني هذا الهجوم ما يمكنش تكون القطه طبيعيه، يعني احتمال كبير ديال ان القطه تكون مسعوره. يعني والاعتى والامر في الموضوع كامل هو انه الفريق المناوي بقسم الجراحه كيتوجه لقسم المستعجلات باش يتلقى العلاجات الضروريه، والسيروم انتي تيتانيك ما كاينش في المستشفى. واش هذا ماشي عيب وعار؟ اذا حنا تنقولوا الحمد لله اللي جات فينا حنا كاطر مزاوله وما جاتش شي مريض. حنا غتعرف منين تمشي تشري وتدبر على راسك. المواطن المغربي اللي ما عندوش لي مويان، المواطن المغربي اللي ما غيعرفش فين يمشي في هذا الليل شنو غيدير. ملي تواصلنا مع الاداره بكل مسؤوليه شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا نتوما كتعطيوها الماكله. واش هذا رد ديال انسان اللي تقدر تقول عليه مسؤول؟ باش حنا ملي تواصلنا مع المسؤول على حفظ الصحه بالمستشفى قال لك انا راسلت الاداره باش يعيطوا على البيماش قسم حفظ الصحه بالجماعه باش يجيو يجمعوهم، لان ما يمكنش. واش هو يطلبوا منه الاداره كتطلب منه انه يسمم القطط؟ راه شيء غير انساني. نعم، عدد القطط المتواجدة وعدد غير ما لا يحصى، عدد لا يحصى ديال القطط، لدرجة أننا كنا كنديروا غير يعني دي ريكلاماسيون غير فيربال، كنهضروا مع الإدارة غير شفويا. علاش؟ لأن لي زاكسيدون كانوا كيتلخصوا في أنه كياكلوا لنا ماكلتنا، كتكون خدام غارق النهار كامل، كتجي مع ثلاثة ولا أربعة، ملي كتجي تغدى ما كتلقاش الماكلة ديالك، كتلقى القطة دازت عليها، أولا كيجيو يعبثون بالقاعة ديال الحراسة ديالنا. هادشي كامل كندوزوه، ولأني ملي غيولي
هذا الاعتداء الشنيع واللي غتولي السلامه ديال المزاولين مهدده، هنا ندق ناقوس الخطر ونطالب المديريه الجهويه انها تدخل بشكل عاجل، ونطالب وزير الصحه باش يدخل بشكل عاجل، لان هناك اذان صماء بهذا المستشفى، لا حياه لمن تنادي.